السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسينا الكرام؟ إن شاء الله دلوقتي هنبدأ في شابتر 5 في الفلويد ميكانكس 1 اللي هو بيتكلم عن الدايمنشنال أناليسيس. تمام، الشابتر ده إن شاء الله بسيط جدا، ما فيهوش أي حاجة، مسألته إن شاء الله ما فيهاش أي مشكلة خالص. تمام، فهنبدأ فيه كده. هنبدأ بس الشابتر بإن إحنا نعرف الفرق بين الدايمنشن واليونت، عشان ممكن يحصل فيها حبة لخبطة لبعض الناس. فخلينا دلوقتي نشوف مثلا الطول عندك، اللينث بيتقاس بيه يا جماعة، الوحدات بتاعته ايه؟ عندك الميتر او السنتيمتر او الفيت، وكذلك الكتلة الماس بتتقاس بايه؟ بتتقاس بالكيلو جرام او الجرام او الباوند، تمام؟ على حسب يعني. فالفكرة بقى في ايه؟ ان الحاجة اللي بتتقاس الطول او الكتلة دي بيبقى هو الدايمنشن، انما اليونت بتاعته دي اليونت عادي جدا، تمام؟ فاليونت هي الحاجة اللي احنا بنستخدمها في القياس اللي هي المتر او السنتيمتر، لكن الحاجة اللي بتتقاس اصلا، الكمية الفيزيائية اللي بتتقاس اساسا، ده الدايمنشن، تمام؟ فالحاجة دلوقتي لما اجي اقول لك الطول، فالطول ده دايمنشن، والماس دايمنشن، واليونتس بتاعتهم بالمنظر ده اهو. طيب، فعلى كده بقى يا شباب احنا عندنا السرعة كمان، الفيلوسيتي تبقى دايمنشن، والفورس والبريشر يبقوا دايمنشن برضو، صح؟ ما هي حاجات بتتقاس ولها وحدات يعني. قال لك لا يا سيدي، انت دلوقتي عندك ابعاد اساسيه، مين دايمنشنز، زي الماس او اللينث او التايم، الثلاثه دول كده، اللي هو الماس هنسميها ام، واللينث هنسميه ال، والتايم هنسميه تي. الثلاثه دول كده، دول الابعاد الاساسيه، المين دايمنشنز بتاعتك. جميع الكميات في الفلويد ميكانكس عندنا هتتكون من الثلاث كميات دول، من الثلاث دايمنشنز دول. بمعنى ايه؟ لو انت دلوقتي جيت تشوف السرعه بتاعتك، الوحده بتاعتها متر على السكند، فانت لو جيت تجيب الدايمنشن بتاعها، المتر الدايمنشن بتاعه اللينث، بيقيس اللينث يعني او الطول، والسكند الدايمنشن بتاعها التي او التايم، فهيبقى عندك ال تي ماينس 1. فهي اتكونت في الاخر من المين دايمنشنز بتاعتنا. كذلك الفورس برضو، الوحده بتاعتها كيلو جرام في المتر على السكند تربيع، اللي هو ماس في الاكسلريشن، ده الماس ودي الاكسلريشن اهو. فهترسم معاك في الاخر ان الدايمنشن بتاعها الام ال تي مرفوعة الأس سالب 2، تمام؟ ففي الآخر الـ velocity والـ force اتكونوا معاك من الـ main dimensions بتاعتنا. فإحنا في الـ fluid mechanics غالبًا يعني عندنا التلاتة الـ main dimensions دول، مش هنتعامل غير بيهم، وده اللي أنت مطالب بيه يعني في المنهج بتاعك حاليًا. طيب، في حاجات بقى عايزين نعرفها، إيه هي مميزات الـ dimensional analysis؟ أنت ليه بتعرفها أصلًا؟ ليه بتدرس حاجة زي كده؟ فاول حاجه نحب نتعرف عليها، او ميزه بتقدمها الدايمنشنال اناليسيس، هي الدايمنشنال جروبنج. معناه ايه بقى الكلام ده؟ اعتبر حضرتك كده عندك تجربه لطيفه، نزلت المعمل كده تعمل تجربه، تجربه بسيطه خالص بتاعت فلويد ميكانكس عاديه جدا، فهو ان انت عندك كوره بالمنظر ده او سلندر، القطر بتاعها دي، تمام؟ القطر بتاعها الدايمتر بتاعها دي، وبيدخل عليها هواء بسرعه في، فطبعا لما يدخل الهواء على الكوره هيروح خابط فيها ويعوز يزقها لورا كده، فالزقه اللي لورا دي هيبقى القوه اللي بتتعمل دي اسمها دراج فورس او قوه المقاومه، بنديها مقاومه الهواء يعني، وبنديها رمز الاف دي. وطبعا الهواء له الخصائص بتاعته، بنوصفه دايما بخاصيتين عشان نحكم الفلويد بتاعنا، فالخاصيتين دول هيكونوا مثلا الرو والميو، هم دول اللي هيفرقوا معاك في الدراسه دي، تمام؟ طيب، السؤال بيقول التالي، الاف دي ديا او القوه دي بتعتمد على ايه؟ قال لك بتعتمد على كل اللي قدامك ده، بتعتمد على الدايمتر بتاع الكوره، كل ما الكوره كبرت كل ما هتجمع هواء اكتر، او هواء اكتر هيخبط فيها يعني، فهتبقى القوه اللي عليها اكبر، وكذلك معتمد على السرعه بتاعت الهواء، كل ما سرعه الهواء زادت هتزق الكوره بقوه اكبر، وكذلك الكثافه واللزوجه لو اتغيروا هيتغير القوه دي، لو بدل ما برمي هواء مثلا على الكوره، لا خليت الكثافه تكبر جدا، خليتها ميه مثلا، ساعتها القوه بتاعت خبطان الميه في الكره تبقى اشد جدا من الهواء. فهي معتمده على كل ده يا شباب. فاحنا دلوقتي هنروح نازلين المعمل عاملين التجربه دي، ونبدا ناخد حبه قراءات. فالراجل اللي قال لك انزل اعمل التجربه قال لك طلع لي علاقه بين الاف دي، قوه المقاومه يعني، والدايمتر بتاع الكوره. فانت حطيت الاف دي على محور الواي عشان دي الحاجه اللي بنقيسها، وحطيت الدايمتر، هتبدا تغيره بقى، تغير القطر وكده، وتشوف القوة بتحصل لها ايه، بتزيد ولا بتقل. فلقيت ان القوة بتزيد يعني، كل ما تزود الدايمتر كل ما القوة هتزيد. بس ده كان عند انه سرعة هواء يا شباب، عند سرعة معينة. طيب دلوقتي لو انت غيرت سرعة الهواء خليتها V2 مثلا، هيطلع لك علاقة جديدة، هي بتزيد برضو بس بشكل مختلف تاني. طيب لو انت خليت السرعة V3 هتزيد برضو بس بشكل مختلف تالت، تمام؟ فانت كده بقى عندك ايه، كذا كيرف على نفس الرسمة.
طيب ده لما انت تيجي تغير الفي فقط، طب ماذا لو غيرت الكثافة او الميو بتوع الهواء مثلا او بتوع المائع اللي انت شغال بيه؟ يعني ده كان عند كثافة وميو معينة، لو انت غيرتهم خليت الكثافة اتغيرت مثلا، هتلاقي ان بقى عندك رسمة تانية خالص فيها علاقة طردية برضو، يعني السرعات بتزيد مفيش مشاكل، بس بقت بقيم مختلف عن الرسمة اللي في الاول. وكذلك برضو لو غيرت الكثافة مرة تالتة، ولو غيرت الميو هتلاقي برضو رسومات كتيرة بتطلع لك، وهكذا. تيجي تعمل التجربة دي هتعملها كذا مرة، يعني شوف بقى تختبر كمية موائع قد ايه وكمية سرعات قد ايه عشان تعرف تطلع علاقات ما بين الاف دي والديمتر، وهتلاقي نفسك في الاخر طلع لك كمية رسومات بيانية كتير كده، والورق فاضي بس يعني ده اللي انت هترسم عليه المفروض. فالمهم هتلاقي عندك طلع لك رسومات بيانية كتير جدا كده. فاحنا لو قلنا لك بقى روح دلوقتي دور لنا على القوة بتاعت الدراج فورس عند الهواء عند درجة حرارة كذا لما السرعات تكون كذا، هتقعد بقى تدور لي في الورق ده؟ يعني ربنا معاك يعني، بس دي طريقة مش حلوة خالص. فجه حد قال لنا احنا هنتغلب على موضوع تغير الخصائص ده، وانه المتغيرات كترت عندنا، هنتغلب عليها عن طريق حاجة لطيفة خالص. انا هعمل لكم رسمة بيانية واحدة فقط عليها كل الداتا دي، يعني كل الداتا دي هحطها لكم على رسمة بيانية واحدة فقط، على ورقة واحدة بس بقيمة ده كله. ازاي بقى؟ قال لك احنا هنروح عاملين محور واي ومحور اكس، بس بعد اذن حضرتك اضرب لي او اقسم لي الاف دي ديا على المقدار اللي تحت ده، والديامتر اضربه لي في المقدار اللي هو الرو يو على ميو داو، تمام؟ فاحنا الاف دي هنقسمها على رو يو تربيع في الدي تربيع، والديامتر هنضربه في الرو على يو ونقسمه على الميو. هيطلع لنا يا شباب، جينا نعمل التجارب بتاعتنا عند فلويد معين له كثافه وميو معينين، جيت تعمل الاختبارات بتاعتك لقيت مثلا اول اختبار طلع لك النقطه دي، وبعد كده اختبرت تاني عند نفس السرعه لقيتها النقطه دي. طب انت جيت دلوقتي تغير السرعه بتاعتك، فلما جيت تغير السرعه بتاعتك لقيت النقطه اتحطت برضو على خط او على كيرف، يعني ماشي على نفس الكيرف ده، جيت تغير السرعه بتاعتك تاني لقيتها برضو على نفس الكيرف. فانت ما فهمتش اللي بيحصل قوي وقعدت تكمل اختبار حلو، فكلهم طلعوا لك نفس الكيرف ده. جيت حضرتك قلت طيب انا هغير المائع بقى، هجيب مائع جديد له كثافه معينه وميو معينه برضه، وجيت تعمل الاختبارات بتاعتك لقيت ان حضرتك النقطه طلعت لك هنا كده على نفس الكيرف اللي بيفت وسط النقط دي، وراح تطلع لك هنا برضه لما انت جيت تغير السرعه، غيرت السرعه تاني لقيتها طالعه بالمنظر ده. فانت بدات تستغرب يعني ازاي كلهم على نفس الكيرف. بعد كده بقى جبنا مائع ثالث خالص لقينا برضه بيطلع الداتا بتاعته على نفس الكيرف ده. فده بقى معناه يا شباب، ده كده معناه الراجل صدق معانا فعلا، ان فعلا كل الاختبارات بتاعتك هتطلع لك كيرف واحد فقط على الرسمه دي. فبما ان الكيرف ده عمال مهما تغير في الخصائص بتاعه المائع وفي خصائص التجربه بيطلع لك نفس الداتا ثابته ما بتتغيرش نفس الكيرف يعني، فده معناه ان الكيرف ده اندبندنت من الداتا اللي بتتغير دي، ملوش علاقه. يعني الداتا تتغير زي ما تتغير هو هيطلع لك نفس الكيرف. فده حصل ازاي بقى؟ هل ده حقيقي؟ ده احنا عندنا الخصائص زي المحطوطة على المحاور اهو. قال لك ايوه يا ريس، هو الخصائص زي المحطوطة على المحاور فعلا، بس تعالى كده مثلا على الكيرف بتاع او على محور الاكس كده، شوف الدايمنشن بتاعه بيقول معناه ايه. الدايمنشن بتاع الرو يا شباب هيبقى ايه؟ الكثافة عبارة عن كيلو جرام على متر تكعيب، صح؟ يعني لو انت جيت تجيب الدايمنشن بتاعها تبقى الام في ال ماينس 3، صح؟ مضروبة في مين؟ في اليو. اليو بتاعتك دي السرعة متر على السكند، يعني الدايمنشن بتاعها ال في التي اس ماينس 1، وكذلك الدايمتر هيبقى الدايمنشن بتاعه ال، وكذلك الميو لو انت جيت تشوف الدايمنشن بتاعه في الاخر هتلاقيه بالشكل دون. فلما تيجي كده تلاقي الحاجات كلها طارت مع بعضها، هتلاقي الام طارت مع الام، ال ماينس 3، ال ماينس 3 مضروبه في ال تربيع ومقسومه على ال ماينس 1 طاروا مع بعض، والتي مع التي، هتلاقي كل ده في الاخر رسي معاك ان الدايمنشن بتاعنا واحد، او بمعنى اصح مفيش رمز هنا لا يتغير مع اي رمز. يعني الكميه دي مفيش رمز او مفيش دايمنشن معين طول او كتله او زمن الكميه دي بتتغير معاه، هي ثابته ما بتتغيرش، بمعنى اصح ملهاش دايمنشن او نون دايمنشنال او دايمنشن ليس جروب، وهي جروب لانها كذا متغير مش متغير واحد، فهي مجموعه وده الدايمنشنال جروبنج. انت بتجمع حبه متغيرات كده تعمل منهم كميه لا بعديه، ودي بتفيدك في التجارب جدا، انها بتخلي لك عدد الرسومات اللي انت محتاجها عشان توصف ظاهره معينه قليل جدا، ممكن واحده بس حتى.
تمام. وكذلك برضو لو جيت تجيب الدايمنشن بتاع الكميه اللي فوق دي هتلاقيها نفس الشيء، الدايمنشن بتاعها واحد غير معتمده على اي حاجه من الحاجات دي. فانت غير بقى الكثافه، غير اللزوج، غير السرعه، كل ده اي تغيير في الدايمنشنز بتاع دول مش هيعمل اي حاجه، لان الكيرف ده ملوش علاقه باي دايمنشن، مش بيختلف مع الدايمنشن، ثابت. حلو جدا. طيب الكلام ده ممكن نستفيد منه بصوره تانيه، يعني الدايمنشنال اناليسيس هتفيدنا بصوره تانيه، ده هتفيدك جدا جدا بقى. يعني الكلام اللي احنا قلناه من شويه ده هيفيدك بالفعل في حاجات كبيره. زي ايه؟ عندك مثلا عماره كبيره، ناطحه سحاب مثلا، طبعا ببالغ شويه، عندك عماره كبيره يا سيدي القطر بتاعها 30 متر مثلا، هي على شكل سلندر كده والقطر بتاعها 30 متر، وطبعا بيدخل عليها الهواء، الهواء بيخبط فيها بسرعه معينه، الكثافه بتاعت الهواء تقريبا ممكن نعتبرها مثلا 1 كيلو جرام على المتر مكعب مثلا يعني، والسرعه اللي داخل بيها الهواء عليها 1 متر على الثانيه. فطبعا الهواء لما يجي يخبط في العماره دي او يخبط في المبنى الكبير ده هيعمل عليه قوه كبيره جدا، قوه ايروديناميكيه او قوه نتيجه الهواء يعني، وهيعمل دوامات وراه بالمنظر ده، وهيخلي فيه فايبريشن بيحصل على المبنى وقصص كده. فاحنا عايزين بس عشان نعرف الاساسات بتاعت المبنى والقوه اللي عليه عايزين نجربه، هنعمل له موديل صغير. انت اكيد طبعا مش هتروح تبني المبنى وتجرب عليه، لا انت عايز تعمل له موديل صغير، حاجه كده صغيره ارتفاعها قليل جدا، والديامتر بتاعها 1 متر مثلا، وهتجرب التجربه بتاعتك دي بفلويد الكثافه بتاعته مثلا 3 كيلو جرام على متر مكعب، واعتبر اللزوجه دلوقتي ثابته في الاثنين. وطبعا الفلويد ده دي افتراضات كلها احنا بنقولها بس عشان نمشي الشرح بتاعنا دلوقتي، تمام. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، هندخل المائع العجيب بتاعنا ده هندخله بسرعه كام بالظبط علشان يديك شكل للفلو او دوامات شبه الشكل الحقيقي او شبه العماره الحقيقيه دي؟ ندخل المائع بسرعه كام عشان نظبط الموضوع ده؟ قال لك يا ريس دلوقتي احنا هنستعين بالرسمه اللي احنا كنا عملناها دلوقتي، ونقول بما ان الرسمه دي كانت صالحه لجميع الحالات من الاسطوانات، تمام، كل السلندرز اللي بيسري عليها فلو معين بيتنطبق عليها الرسمه دي، فخلاص يا ريس بما ان قوه مقاومه الهواء اللي هنا المحور اللي بيمثل مقاومه الهواء دون الحالتين دول يبقوا شبه بعض لو ليهم نفس الكميه دي بتاعه اللي فيها المقاومه بتاعه الهواء، تروح جاي كده قاطع الكيرف ده في نقطه وتروح نازل بالنقطه دي هنا، هتلاقي ان الرقم دون برضو لازم يكون متشابه عشان الاتنين دول يشبهوا بعض، لازم يكون الكميتين دول متساويين ليهم عشان يدوك نفس النقطة اللي على الكيرف دون. فهتيجي بقى خلاص وبما ان دي متساوية فتروح نازل تجيب الرقم بتاع الكمية دي من تحت هنا كده وتروح مساويهم ببعض، وتقول ان الكمية دي في الحالة بتاعت الحاجة الكبيرة دي بتساوي الكمية بتاعت السلندر الصغيرة وتساويهم ببعض، هتلاقي في الاخر السرعة طلعت معاك ب 10 متر في الثانية، ان الموديل بتاعك الصغنون دون هو الحاجه الكبيره شباب بنسميها بروتوتايب، والحاجه الصغيره اللي بنجرب عليها بنسميها الموديل، فتلاقي ان السرعه بتاعه الموديل طلعت معاك ب 10 متر في الثانيه. فانت تدخل الفلويد بتاعك دون ب 10 متر في الثانيه على الموديل ده هيديك اداء شبه الاداء اللي هيحصل في الحاله الحقيقيه او الحاله الكبيره. فده شباب الفوائد بتاعه الدايمنشنال اناليسيس، يعني انت ليه بتسمع عنها في الفلويد ميكانكس. طيب الفكره بقى في حاجه، ده كله كان شرح، حضرتك دلوقتي مطالب بإيه في الشابتر بتاعك؟ طبعا احنا كنا بنفهمك دلوقتي الكلام ده لازمته إيه وبتعمل بيه إيه، ده هيفيدك في العقلية بتاعتك كده في المسائل وانت بتحل، ولكن حضرتك المسائل اصلا هتيجي تقول لحضرتك احسب لنا الكميات دي او اعرفها لنا هي عباره عن ايه اصلا. يعني انا دلوقتي ايه اللي عرفني ان الكميات دي هي المطلوبه عشان اوصف الظاهره اللي قدامي، تمام، اوصف السريان على سلندر مثلا، ايه اللي عرفني ان انا الكميات دي اللي هجيبها، ان الاف دي هتتقسم على المقام ده، وان الدايمتر هيتضرب في الحاجات دي، ايه اللي عرفني الكلام ده؟ اللي بيعرفني الحاجات دي وده غرض الشابتر عندنا هو طرق كتير، منهم طريقه باكنجهام باي ثيوريم، دي طريقه كده يا شباب بتخلينا نقدر نجيب الكميات او الجروبس الدايمنشن ليس اللي توصف ظاهره معينه. فاحنا هنبدا نعرف الطريقه دي عن طريق ان احنا نحل مساله على طول، فدرس المسألة بتاعنا بالشكل ده. فاحنا بس هنشرح على حاجة فيجوال أكتر من رأس المسألة. احنا عندنا كورتين يا شباب، كورة محطوطة في مية والمية بتتحرك، يعني الكورة ثابتة بس المية بتخبط فيها بسرعة 1.6 متر في الثانية، فبالتالي عملت عليها قوة هتزقها لورا بقوة معينة، القوة دي اللي هي الدراج فورس يعني ب 4 نيوتن. حلو. طيب احنا دلوقتي الراجل عايز يعمل موديل شبه الموديل اللي هنا، يعني عايز يختبر الموديل ده بس ما عندوش ميه بقى، فهيجيب كوره قطرها ضعف الكوره اللي هنا دي بس محطوطه في هواء، هيحطها في ويند تانل في وسط الهواء كده،
وبيسأل حضرتك سؤال بقى، بيقول لك السرعة اللي تزق الهواء بيها على الكورة دي والقوة اللي هيعملها بكام علشان شكل الفلو اللي يحصل على الكورة الكبيرة دي في الهواء يكون شبه شكل الفلو اللي بيحصل على الكورة الصغيرة في المية. بمعنى أصح إن الاتنين في بينهم تشابه ديناميكي أو دايناميك سيميلاريتي زي ما عرفنا في المحاضرة. طيب، فقبل ما نبدأ بالطريقة بتاعتنا، أول خطوة دائما، أول خطوة خالص في أي حاجة تخص إنك تطلع كميات الدايمنشن ليست، إنك تعمل جدول كده تحط فيه المتغيرات بتاعتك في العمود دول، وتحط الدايمنشن بتاعها هنا، وتحط الحالتين اللي عندك بقى. فإحنا دلوقتي المتغيرات اللي عندنا في المسألة كلها هي السرعة والفورس والنيو اللي هي الفيسكوستي بتاعتنا والكثافة والدايمتر وهكذا، ده الدايمنشن بتاعهم، ودي في حالة المية ودي في حالة الهواء، تمام. فاحنا طبعا زي ما احنا شايفين الهواء السرعة بتاعته مجهولة والقوة بتاعته مجهولة واللزوجة بتاعته 13 ضعف اللزوجة بتاعة المية اللي هي الكاينيماتيك فيسكوستي بتاعتنا، وعندك برضو كذلك الكثافة بتاعة الهواء والقطر بتاع الكورة في حالة الهواء ضعف القطر بتاع الكورة في حالة المية. طيب، فالراجل دلوقتي بيسألك بقى السرعة بكام والقوة بكام في حالة الهواء علشان يبقى الاتنين شبه بعض. طب ايه معنى ان الاتنين شبه بعض يا شباب؟ لو احنا فاكرين من الشرح اللي في الاول ان الاتنين يبقوا شبه بعض لو في كميات دايمنشن ليس متساوية عند الحالتين دول، تمام؟ الحالتين يبقوا شبه بعض لو الكميات الدايمنشن ليس اللي بتحكم الظاهرة دي، ظاهرة السريان على الكورة دي، الكميات دي لو تساوت يبقى الحالات بتاعتنا دي متشابهة. فاحنا دلوقتي علشان نساوي الكميات دي محتاجين نعرف ايه هي الكميات اصلا، نحسب الكميات الدايمنشن ليس او الدايمنشن ليس جروبس بتاعتنا اللي بتوصف الظاهره بتاعتنا دي، تمام. فهنبدا الشغل بتاعنا عن طريق ايه؟ اول خطوه في الطريقه بتاعت باكنجهام، احنا قلنا بقى هنجيب الكميات بطريقه باكنجهام باي ثيوريم. فاول خطوه فيها هو انك تليست اول بارامترز، يعني تحط كل المتغيرات اللي عندك في المساله، يعني الاف دي اللي هي دراج فورس، فانكشن في مين يا جماعه؟ في السرعه وفي اللزوجه وفي الكثافه وفي القطر، تمام؟ فانكشن في كل دول. فدي كل المتغيرات اللي عندك في المساله، والعدد بتاعهم كمان حضرتك تعده لنا هتلاقي ان هم 5 متغيرات، الدراج فورس والاربعه اللي هي معتمده عليهم، دي كل المتغيرات او البارامترز اللي عندك في المساله. انك تختار ريبيتنج بارامترز، تختار متغيرات تتكرر معاك في كل الكميات الدايمنشن ليست اللي هتطلع. يعني انت ان شاء الله هنطلع كميات دايمنشن ليست في اخر المساله، اختار بقى كميات تظهر فيهم كلهم، تمام. فطبعا بما انها تظهر فيهم كلهم يعني احنا محتاجين يبقى ليهم كام شروط كده عشان نعرف نتعامل معاها. اول شرط خالص، لازم الكومبينيشن بتاع البارامترز دي يكون كله بيحتوي على الام والال والتي، يكون فيهم البرايمري دايمنشنز او المين دايمنشنز بتوع سعادتك اللي هو الام والال والتي، يعني لو ضربتهم في بعض كده تلاقي فيهم الام والال والتي. وطبعا الحاجه الثانيه بقى بتاعتنا اللي هو اختار متغيرات بسيطه سهله، يعني ما تكونش حاجه معقده، يعني الدايمنشن بتاعها ما يكونش كبير عشان يبقى لسهوله الحسابات بتاعتك زي ما هنشوف دلوقتي. طيب، فخلونا كده ده الجدول بتاعنا، خلونا نختار منه متغيرات تتكرر معانا. اول حاجه يا شباب، عدد المتغيرات اللي هتتكرر معانا كام؟ بيقول لحضرتك عددهم بيكون عدد المين دايمنشنز بتاعتك. يعني ايه؟ انت عندك المين دايمنشنز بتاعتك الام والال والتي 3، يعني فانت العدد بتاع ريبيتنج بارامترز بتاعك هيكون 3 متغيرات. اختار لي 3 من الجدول دول يتكرروا معاك في كل الكميات الدايمنشن ليس اللي هتطلع. فانت اول حاجه هتختارها، احنا عايزين حاجات بسيطه بتمثل الام والال والتي، فهنختار حاجه بسيطه فيها الام، ولتكن مثلا ايه ابسط حاجه هنا فيها الام يا شباب؟ هي الكثافه، تمام. فالكثافه بتاعتنا دي ابسط حاجه فيها الام. طيب، بالنسبه برضو للال، ايه ابسط حاجه فيها الال هنا يا جماعه؟ الدايمتر اكيد. طيب التي بقى، ايه ابسط حاجه فيها التي؟ التي معانا عندنا السرعه هنا، او ممكن برضو اللزوجه او الكايناميك فيزيكوستي، يعني فيها التايم برضو بسيطه، فيها الدايمنشنز قليله يعني، فاحنا ممكن نختار دول، صح؟ طيب، لو انت جيت تختار دول، اخترت كده اللزوجه عادي جدا يعني، هتلاقي ان في الاخر حاصل ضرب الكميات دي في بعضها، الدايمنشن بتاع الكميات دي ما تضربه في بعضه كده هيطلع لك الام على التي، يعني الام والتي بس موجودين، مفيش ال، الال طارت مع بعضها. فده طبعا ما ينفعش، انت كده اخليت باول شرطين عندك او اول شرط يعني، فبالتالي هنختار اليو مكان الكايناماتيك فيسكوستي، هنختار اليو. لو انت اخترت اليو هتلاقي ان كل الثلاثه من دايمنشنز ظهروا معاك في الكميه اللي طلعت،
خاصة ضربهم يعني، طلع معاك الكمية الام والال والتي، فخلاص انت كده تمام، كل المين دايمنشنز بتاعتك ظهرت، يبقى هم دول اللي هيتكرروا معانا. فاحنا اخترنا 3 متغيرات ودول الثلاثة بتوعنا. طيب الخطوة الثالثة والرابعة بقى في الباي ثيوري يا شباب بتقول ايه؟ أول حاجة عدد الباي جروبس اللي هتطلع، عدد الكميات الدايمنشنلس اللي هتطلع. فعدد الكميات اللي هتطلع هيبقى عدد الام دي اللي هي عدد المتغيرات اللي عندك في المسألة كلها ناقص الان دي هي عدد الريبيتنج بارامترز اللي طلعت عندك، اللي هو اللي احنا مطلعينهم الخطوة اللي فاتت على طول، اللي هم 3، فهتبقى 5 ناقص 3 هتساوي 2. طيب معادلات الباي، يبقى انت دلوقتي عرفت ان عندك كميتين دايمنشن لسه هيطلعوا. طيب المعادلات بتاعتهم هتبقى عامله ازاي؟ قال لك والله يا ريس هو دلوقتي احنا هنسميهم باي 1 وباي 2. هي باي دي ده اسم الكميه الدايمنشن لس، يعني احنا مسمينها باي، مش هي باي اللي هي اللي احنا عارفينها، لا هو الراجل مسميها كده براحته يعني. فمعادلات الباي دي يا شباب احنا قلنا في 3 متغيرات هيتكرروا معانا في كل باي منهم، اللي هي باي 1 وباي 2 اللي احنا اخترناهم دول، اليو والدي والرو. بس الحاجات الباقيه بقى اللي هي المتغيرات اللي باقيه عندنا، اللي هم النيو والاف دي، دول اللي باقيين عندنا مش بيتكرروا، هنعمل ايه؟ هنروح موزعينهم على البيات بتاعتنا، على الكميات بتاعتنا. فاول كميه هنحط فيها النيو، وتاني كميه هنحط فيها الاف دي، فدول الثلاثه اللي بيتكرروا، ودول الاثنين اللي بيتكرروش هنوزعهم على الايه، على الكميات اللي طلعت، ودايما هتظبط معاك يعني. طيب اخر خطوه بقى، احنا كده حطينا الكميات بتاعة الباي، حطينا المعادلات بتاعتها، بس في برضه نقطة يا شباب. هو دلوقتي احنا عارفين ان الكميات دي اليو والدي والرو هيتكرروا معانا في البيوت بتاعتنا، في الكميات الدايمنشنلس، ولكن هل احنا عارفين هيتكرروا بأس كام بالظبط؟ يعني اليو لما تبقى موجودة هنا هتبقى أس 1 ولا أس 2 ولا أس 3 ولا في المقام أصلا؟ ما احنا مش عارفين صح؟ فهنروح حاطين أسس، نفرض لهم أسس كده، الاسس بتاعه المعادله الباي 1 هنديها الرمز 1، هتبقى اي 1 وبي 1 وسي 1، وبتاعه باي 2 هتبقى اي 2 وبي 2 وسي 2. تمام، فاحنا هنديها الاسس، وهيبقى غرض الخطوه الجايه عشان نطلع المعادله او نطلع بالظبط بقى كميات الدايمنشن لسه هتبقى بكام، ان احنا نحل ونجيب الاسس دي. ويبقى دلوقتي الخطوه الاخرانيه بتاعتك انك تديتيرمن الباي جروبس بتاعتك. فهنبدا بالباي 1، الباي 1 بتاعتك معادلتها كانت بالمنظر ده. طيب احنا عايزين نحل الاسس دي، عايزين نجيب قيمتها علشان يبقى الكميه دي دايمنشن ليس، فهنعمل ايه؟ فنروح قلبين الكلام ده، المعادله اللي عندنا دي قلبينها وجايبين الدايمنشن بتاعها، هات الدايمنشن بتاع المعادله دي كلها، فهتلاقي ان الباي بتاعتك دي الدايمنشن بتاعها بواحد لانها دايمنشن ليس، واليو الدايمنشن بتاعها ال تي اس سالب واحد، والدي دايمنشن ال، والرو كذلك، والنيو ده الدايمنشن بتاعها. حلو، الفكرة بقى في حاجة، إن إحنا إزاي هنساوي ال L وال T وال M برقم؟ يعني ما ينفعش يعني، فإحنا لازم نخلي هنا M و L و T برضو عشان يبقى الطرف ده بيساوي الطرف ده. فهنعمل إيه يا شباب؟ أي حاجة أس صفر بواحد صح؟ فهروح قلبين الكلام ده، الواحد ده نخليه M أس صفر في L أس صفر في T أس صفر. حلو؟ عشان يبقى في تجانس ما بين الطرفين كده. طيب نعمل إيه بقى؟ الخطوة اللي بعدها على طول ان احنا ننسق الاسس، يعني نخلي الام لوحدها والال لوحدها والتي لوحدها كده، نجمعهم على بعض، فهتبقى هنا الام اس سي واحد، والال بالمنظر ده، ودي المعادلة بتاعتها، والتي بالمنظر ده. نبدأ نعمل ايه بقى؟ هنساوي الاسس ببعضها، بما ان الام هنا بتساوي الام هنا يبقى الاسس متساوية، فكده السي واحد بتاعت سعادتك هتبقى بصفر، وطبعا برضو بما ان ال متساوية فيبقى الاسس متساوية هنا، ولكن ال فيها كذا متغير، اي واحد وبي واحد وسي واحد، واحنا معانا السي واحد بس، فاحنا محتاجين نجيب المتغير بتاع اي واحد كمان عشان نعرف نحل المعادلة دي. فهنستخدم التي على طول بقى، هتقول ان الاس بتاعها هنا بيساوي صفر، فهتبقى سالب اي واحد ناقص واحد بتساوي صفر، يبقى الاي واحد بتاعتك بسالب واحد. وبعدها تروح راجع للمعادله بتاعت التي او ال بقى، هتروح حاسب منها البي واحد تطلع معاك بسالب واحد. فطبعا في الاخر الكلام ده هيخلي المعادله بتاعت باي واحد اللي هي كانت بالمنظر ده ترسم معاك ان هي بقت الاسس بتاعتنا اتحطت خلاص، اليو اس سالب واحد والدي اس سالب واحد، ومفيش رو اصلا، رو اس صفر، مضروبين في النيو، وهتطلع لك بالمنظر ده. حلو؟ طيب بالمناسبه كده الدايمنشن بتاع الكميه دي بكام يا جماعه؟ المفروض يعني انها دايمنشن ليس، يعني الدايمنشن بتاعها بواحد صح؟ ده الدايمنشن بتاعها. طب لو احنا رحنا قلبين الدايمنشن ده، قلبناه كده خليناه بالمنظر ده صح؟ يعني خلينا اليو والدي بدل ما في المقام بقت في البسط، والنيو نزلت المقام بالشكل ده كده، هل اختلف حاجة؟
لا برضه هو الدايمنشن بتاعها بواحد، مش هتفرق معانا يعني، احنا يهمنا ان اهم حاجه الدايمنشن يكون بواحد فقط، ده اللي يهمنا. فالكميه دي كده مش هتفرق، انت ممكن تقلب الكميات الدايمنشن ليس عادي جدا ومش هتفرق معاك في حاجه خالص. والكميه الدايمنشن ليس دي بنسميها شباب الرينولدز نمبر او الار اي. ولو نلاحظ يعني الكميه دي هي اللي كانت على محور الاكس في الرسمه اللي احنا رسمناها في الاول خالص في اول السكشن، دي الكميه اللي كانت على محور الاكس. بس طبعا الكيناماتيك فيسكوستي النيو دي كانت مفكوكه لميو على رو. لو انت حطيت فكيت الكيناماتيك فيسكوستي دي هتلاقيها طلعت لك نفس الرقم بالظبط اللي هو كان اسمه رينولدز نمبر، وده مهم جدا احفظه زي اسمه. ولو انت جيت تحل الباي 2 بنفس الطريقه هيطلع لك في الاخر ان الباي 2 بتساوي الكميه دي ورسمه دراج كوفيشنت، ودي الكمية اللي كانت على محور الواي في الرسمة بتاعتنا في الأول خالص اللي شرحنا وبدأنا بيها شرح السكشن، تمام؟ فاحنا الكميتين لو احنا ملاحظين اللي قدامنا دول هما نفس الكميتين اللي كانوا على الرسمة اللي بدأنا بيها شرح في السكشن. حلو جدا، يبقى احنا كده جبنا الكميات الدايمنشن ليس اللي بتوصف الظاهرة بتاعتنا اللي هو السريان على كورة معينة. طيب التالي بقى اللي هو الراجل عايزه ايه؟ عايزك تحسب السرعة وتحسب القوة اللي على الجسم بتاع الهواء ده على الكرة اللي في حالة الهواء. فهتعمل ايه؟ هتروح عامل سيميلاريتي او تشابه ما بينهم، بما ان الحالتين هيكونوا متشابهتين يبقى ليهم نفس الكميات الدايمنشن ليس، يبقى الباي واحد في المية بتساوي الباي واحد في الهواء، تساويهم ببعض وتعوض بالقيم بتاعتك يطلع لك في الاخر سرعة الهواء علشان يبقوا الاتنين شبه بعض لازم تبقى 10.4 متر في الثانية. وكذلك برضو حضرتك تروح تعوض في المعادلة بتاعت الباي 2 تساوي الباي 2 ببعضها، يطلع لك في الآخر إن علشان الاتنين يكونوا متشابهين في بينهم تشابه ديناميكي لازم يكون القوة بتاعت الحالة بتاعت الهواء 0.865 نيوتن. حلو جدا. هل يا شباب هل في كل مسألة هيجيبها لك هيطلب منك تعمل الموضوع ده، تقعد تستنتج الأرقام من الأول، تستنتج الكميات من الأول؟ لا الصراحة يعني هو ممكن يعتمد انك حافظ الكميات، في كميات بديهية كده المفروض حضرتك تكون حافظها زي ايه يا شباب؟ زي الدراج كوفيشنت مثلا وزي الرينولدز نمبر لازم حضرتك تكون حافظهم. فدلوقتي لو انت عندك مسألة بالمنظر ده، عندنا ماسورة بالمنظر ده اللي بيعدي فيها كمية مية 30 فيت تكعيب بير سكند، والقطر بتاعها 2 فيت، فده قطر كبير يعني لو انتوا مش متخيلين هي تقريبا 2 فيت دي 61 سنتي. فالماسوره اللي بالمقاس ده بتبقى ماسوره ضخمه ضخمه فعلا يعني، فانت المحبس اللي هيكون راكب عليها هيبقى بالتبعيه ضخم برضه بنفس القطر وهيبقى مكلف وغالي جدا جدا. فاحنا طبعا عشان الناس بدل ما تقعد يعني تركب المحبس وتختبره في الحاله الحقيقيه مش هينفع يعني، المحبس غالي جدا، فعلشان تختبره هتعوز تجيب موديل صغير يحاكي او يشابه نفس الموديل او نفس البروتوتايب الكبير ده، يعني الكبير ده بروتوتايب والصغير بيبقى اسمه موديل. فانت عايز تشوف شكل الفلو، عايز تعمل نموذج كده يكون شكل الفلو اللي بيحصل فيه شبه شكل الفلو اللي بيحصل في المحبس الرئيسي، بحيث تقدر تختبرهم وتطبق يعني تعرف اللي هيحصل ايه في الحاله الحقيقيه عن طريق نموذج صغير، تمام؟ فدلوقتي انت هيبقى عندك ماسوره 3 بوصه، ماسوره زي المواسير الصغيره اللي في البيت دي، ماسوره 3 بوصه عاديه جدا. بس السؤال تعدي فيها كميه ميه قد ايه؟ كيو في الموديل بتاعك ده تعدي كميه كيو قد ايه؟ بحيث ان الفلو اللي يحصل في المحبس ده يكون شبه الفلو اللي هيحصل في الحقيقه، يعني يكون شكل الفلو اللي هنا نفس شكل الفلو اللي هنا. ازاي بقى يحصل بينهم سيميلاريتي ازاي؟ فطبعا احنا قلنا عشان يكونوا الاثنين سيميلر، يكون الموديل شبه البروتوتايب، لازم يكون في كميات دايمنشن ليس متساويه ما بينهم. طيب يا ترى ايه الكميه الدايمنشن ليس اللي انا محتاج اساويها على طول ما بين الاثنين دول؟ فوالله كده تعالى نبص، هو احنا دلوقتي عندنا ايه المتغيرات اللي في المساله بتاعتنا؟ عندك فلويد بيعدي، فالفلويد اللي بيعدي ده اكيد له الفلويد عشان توصفه محتاج كثافة ولزوجة مثلا. ودلوقتي برضو عندك المتغيرات بتاعتك، عندك القطر وعندك الكيو. طب هي الكيو ده متغير في الفلويد؟ يعني دي حاجة فعلا بتتغير؟ والله لا، هو دلوقتي الكيو ده بتساوي ايه؟ بتساوي الاريا في الفيلوسيتي، فالاريا ثابتة، الاريا انت اوريدي عامل حسابها في الدايمتر يعني. فانت اللي يهمك دلوقتي الفيلوسيتي، فالكيو ده نعتبرها الفيلوسيتي بتاعتك بتتحدث عن السرعة يعني. فانت دلوقتي كل المتغيرات اللي عندك كده هي المائع بتاعك اللي هو الكثافة واللزوجة ومعاك القطر ومعاك السرعة،
ما بيفكركوش الحاجات دي بحاجة، يعني مفيش رقم كده دايمنشن لسه احنا قلنا احفظه زي اسمك من شوية كده، بيفكركوش بالموضوع ده؟ اللي هو رينولدز نمبر، احنا لازم نساوي رينولدز نمبر بين البروتوتايب اللي هو الحاجة الكبيرة وبين الموديل اللي هو الحاجة الصغيرة اللي هنجرب عليها، لازم نساوي رينولدز نمبر ما بينهم علشان نقول ان هما الاتنين شبه بعض، وان شكل الفلو اللي هيحصل هنا هيكون سيميلر لشكل الفلو اللي هيحصل هنا، اللي هو يعني دايناميك سيميلاريتي يعني. تمام. طيب فاحنا لما نيجي نساوي رينولدز نمبر للحالتين هنيجي نعوض في رينولدز نمبر هيبقى بالمنظر دون. ولكن في حاجة لطيفة جدا، احنا دلوقتي عندنا يا شباب عندنا الميو متساوية لان هو نفس المائع، هنا مية في الحالتين وعند نفس درجة الحرارة يعني، فالخصائص بتاعتها ثابتة تقريبا، وهيبقى باقي لك الديامتر واليو. ولكن هل احنا عندنا اليو يا جماعة؟ ما عندناش اليو، احنا عندنا ايه؟ عندنا كيوهات. فاحنا نقدر نجيب اليو عن طريق ان احنا بكل بساطة نقسم الكيو على المساحة بتاعة مقطع البايب بتاعتنا. فانت لما تيجي تقسم على مساحة المقطع هيتبقى لك ايه بقى؟ هتروح مختزل كده او تطير الباي على اربعة مع بعضها، والدايمتر هنا يطير مع التربيع، الدايمتر ده يطير مع التربيع بتاعه، ويتبقى لك في الاخر كيو على الدي، وتعرف تنسق المعادلة وتطلع لنا بقى، هيبقى المجهول الوحيد عندك هنا هي الكيو بتاعة الموديل، تروح جايبها في طرف وتروح مطلع لنا الكيو بتاعتك بكل سهولة بكام. ولكن في حاجة تخلي بالك منها، انت كل الوحدات اللي عندك بالفيت ما عدا مقطع الماسورة دي بالانش، فانت هتروح معوض بدل ما بتعوض بالدايمتر 3 انش تبقى 3 على 12 عشان تحولها لفيت، اللي هي ربع فيت يعني. وبس ده المثال بتاعنا. مش لازم حضرتك كنت تقعد تحل المسألة بتاعتك من الأول وتحصر المتغيرات وتعمل الخمس خطوات بتوع باكنجهام عشان تعرف إن هو رينولدز نمبر في الآخر، لا خالص، دي ممكن تيجي ام سي كيو عادي جدا، لأنها تبقى معتمدة إن حضرتك عارف رينولدز نمبر وعارف إنك هتستخدمه في المسائل اللي شبه كده، فهتروح مطلعها على طول في ثانية من غير أي حاجة خالص. تمام يا شباب، ده كان الشابتر بتاعنا، وشكرا لوقتكم وبالتوفيق إن شاء الله.